في معنى اتصال؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك سيدي؟ يا مرحبا سيدي، أنا داخل على الله ثم عليك. الله يقدرنا يا رب. لأن أنا زلمة مواطن متجوز. نعم. وتجوزت ملك ناس وعلم. نعم. والله يا رب العالمين، عندي أمي عايشة، خيرتني بيني وبين أمي. مرتك خيرتك يا أنا يا أمك؟ آه. الله يا رب إن شاء الله تختار الصح. الله حيه، الله حيه. قلت لها أمي بعد رب العالمين. كيف الشباب؟ أيوه. إجا زلمة شروك ولد هون، أعطاني بنته هدية وأعطاني بيت معها. دقيقة يا زلمة، إحنا بعصر الصحابة؟ شو سوى الزلمة؟ أعطاني بيت وبنته، قال لي هذول هدية لا. عشان أمك. لأنك بار، لأنك بار بأمك؟ أيوه. الله أكبر. طب أنا بار بأمي يا إخوان. أيوه. طيب، طيب. أنا ما عندي إشي، لا أساس، لا عندي إشي، بدي أتجوز، مش قدير، لا معي لا أنفل ولا أشتغل. بس سؤال، دقيقة دقيقة، أنا هاي سؤال قصتك لازم تستوعبها. أنت كنت متزوج وأم مرتي خيرتني بيني وبين أمي. يعني أمك سكنت عندكم بالدار؟ آه. ومرتك قالت لك أنا ما بسكن أنا وحماتي. أنا جالس بروح استأجرها دار. طيب أمك بتقدر تستأجرها بيت ثاني أنت؟ لو بستأجرها ما بطلعها من عندي يا دكتور، أمي هاي. بس أنت إلها غيرك؟ ما إلها غير، وحيد. ما فيش غير، وأم أبوك وين أبوك؟ أبوي متجوز الله يستر أمره. وأمك الآن بدها تضيع إذا ما سكنت عندك. طبعا يا دكتور. أمك بتضيع إذا ما سكنت عندك. طبعا يا دكتور. الدار كنت ساكن فيها كم غرفة؟ مخزن على الشارع يا دكتور، تعال شوفه بعينك. اللي الدار كنت ساكن فيها بالأول مخزن على الشارع. مخزن وحاط له باب ألمنيوم ومقسمه غرفتين بالخزانة يا دكتور. الله أكبر. طب والأم لو روحت أمك وين بدها تروح أمك؟ لو وين؟ لو أنت اخترت مرتك، قلت لا أنا بدي مرتي وأمي بدي أشوف لها مكان ثاني، وين بتروح؟ أمي بتروح على الشارع وأنا بروح على النار يا دكتور. بتروح على الشارع. وأنا يعني أنت كنت مضطر إنك أنت تسكن أمك عندك. مش مضطر، قصدي عن شاربي بأمي. طيب. أمي. والمرة ما صبرت. ما صبرت. وراحت عندها لزالت وماتت بنتي عندهم عمرها 3 سنين ونص. الله. سامحتهم وبس سامحتهم رفعوا علي دعوة وطلقوا البنت وبدفع لهم كل شهر 200 دينار مع البنت الثانية اللي معها بتروح وبتيجي بنتي. 200 دينار نفقة؟ نفقة إلها وللبنت وبدل سكن وذهبها مؤخرها يا دكتور كمان كله مع بعض. الله أكبر. أمي هاي يا دكتور. طيب والزلم اللي جا ساعدك شو موضوعه؟ الزلم ساعدني، قال لي يا عمي عن طريق جماعة شروع كولتون إنه أنا زلمي لحالي عندي أمي. قلت لي يا عمي أنا بدي أستر، بدي بنت ناس أستر عليها. قال لي بنتي إلك هدي. لأنك بار بأمك؟ بس عشان أمي. الله أكبر. عندي الشباب يسمعوا البر الوالدين، بس أعطاك بيت وأعطاك زوجة. طيب وأنت الآن شو اللي بدك إياه؟ بدي أساس يا دكتور، بدي أبوها بقول لي لا تجيب غرفة نوم، جيب أي إشي، تاكل تطبخ ثلاجة تحط أكلات فيها. قديش بدك أثاث؟ جيب إشي. قديش بدك أثاث؟ والله بلزمني من 1500 إلى 2000 دينار، والله ما معي منها إشي. ما عنديش إشي، ما عنديش إشي نهائي دكتور. بدك 1500 إلى 2000 دينار؟ بدي أثاث، بدي أثاث، يعني أثاث، بدي أجيب ثلاجة، غاز، سجادة، مضيف. الثلاجة حط بالحد هالأكلات، ما أنت عارف أمهات شو بوقفين العدس والشوربة. قديش عمرها أمك؟ أمي؟ 51 سنة. بركة، فيها البركة إن شاء الله، فيها البركة إن شاء الله. فيها البركة إن شاء الله. الحمد لله على كل شيء دكتور. والجماعة مش مقصرين، بدها تتجوز، لا بدنا صلاة ولا بدنا نلبس البنت ونروح، يعني منين أجيب؟ كل بر بالوالدين. إن قال لي الزلمة روح يا عمي، العادات والتقاليد ما بتزبط. طلق بنتي بدي اروح على الشارع حتى. زلمة ساكتني والله. فانت الان بدك اثاث عشان تسكن؟ بدي اثاث، لا بدي صلاه ولا ذهب ولا، البنت بتقول لي انا راضي بامك وراضي فيك. الله اكبر، يا رجل شو تربيتها هي؟ شو الابو هذا؟ يا اما البنت بتقول لابوها لا بدي صلاه ولا بدي ذهب، بدي امشي رياضي. وراح تنقل امك لعندك؟ طبعا يا دكتور، امي هسه خاطب البنت وامي عندهم ركيب الدار يا دكتور. هو هي بتطعميها هي بتسقيها البنت؟ سيدي ركيه وروحوا عليها على الدار حتى بودي واسألوا الجيران قد ايش صار امي. الحمد لله اللي فيه من امه محمد عليه الصلاه والسلام. الحمد لله اللي من امه محمد عليه الصلاه والسلام. مين 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 يتخلق باخلاق اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. الحمد لله. الحمد لله. اسمع صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان برك بامك وخدمتك لامك ورضا امك عليك، اليوم قبل الساعة 5 بتيجي علي على إذاعة يقين ويقول لك عندي 1000 دينار، هذول هدية لوالدتك
ولزوجتك لعل الله عز وجل يبارك لك. هذول من هذه شخصية. إن شاء الله ناس بيساعدوك. حافظ الخير. إن شاء الله ناس بيساعدوك. إن شاء الله. تيجي علي قبل الساعة 5 إلك لبرك بأمك واختيارك لأمك 1000 دينار لعل الله عز وجل يستر بيتك ويكسبك رضاها. بس بدي أطلب منك طلب، خلي أمك تدعي لنا. أمك مستجابة الدعوة يا رجل. مرته وأمه بتصير بالشارع وهو على النار، إنه قشعر بدني من حكيه. أي والله أي والله، لأنه الحمد لله الحمد لله إني في بلدنا هذه العينات، وكتبوا عنه، هذا اللي كتبوا عنه بالصحافة، هذا اللي كتبوا عنه بالمواقع، عن بر الوالدين، عن النخوة، عن هذا الأب الصالح، عن البنت اللي وافقت، عن الزوج اللي قبل واختار أمه. الحمد لله الحمد لله اللي إحنا ما زال فينا خير وفينا ناس بهذا البر وهذا العطاء. الحمد لله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا أهلا فيك دكتور. بالرجل الصالح والأب الصالح والنسيب الصالح. الله يبارك فيك دكتور. الله يعني يبارك. يعني إحنا لما حكى معنا نسيبك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتمم على خير، قلت له بدي أحكي مع الأب، هالأب اللي يعني شو اللي خلاك تختار أو تبذل هالعطاء هذا للرجل الطيب؟ والله دكتور، أول حاجة يعني درجة أولى لأمه. يا سلام. يعني كان أمه شوية ما يعني مفصولة عن زوجها وهو الوحيد لها، فكان أكثر حاجة إني أنا أعطيته والله كرمال رب العالمين. يا الله أمه. يا الله. لأنه والله بعد بر الوالدين ما في. أنا من فضل رب العالمين عشت عند أمي وصاحي على حياة أمي ورضا والدين والله من وراء أمي بفضل رب العالمين، ولهذا السبب إني أعطيته كرمال رب العالمين. يا ربي لك الحمد. والله وفي ناس مقصرين جدا جدا مع الوالدين، لكن أتمنى من الله كل إنسان يرجع على صفحته الأساس، لأنه والله والله ما في بعد رضا الوالدين ودرجة أولى الأم. الأم يعني دعوة منها والله تنجيك من أشياء كثيرة وبتقربك إلى الله عز وجل. فلهذا السبب إني أعطيت الإنسان هذا والله بس من أجل أمه، لأنه كمان رضي مع أمه، وأمه من الناس الصالحات والكريمات والمحترمة. يعني الثنتين أغلى من بعض، تعطيه بنتك وتعطيه بيت. يعني نعم. يعني والله نعم. يا رجل انك مضرب مثل. والله من فضل الله، والله لو انا كمان يعني بدي اني اعمل اكثر من هيك، لكن والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عندي بيت وكان مستاجر البيت لشخص ما، والله طلعته منه، انا حطيته هو وامه، والان والله موجودين عندي في بيتي. احكي للابهات، احكي للابهات اللي قاعدين بغالوا بالمهور وبتطلع على المال وعلى الذهب، بتطلع على السيارات على الشقق. والله دكتور قول لهم انا تاجرت ببر الام. والله انا تاجرت ببر الام. والله تاجرت ببر الام. والله والله امي لما كانت طيبه كنت امر اطلع مع شغلي صلاه الفجر، كانت تصلي وتقرا القران وابوسها تقول لي الله يرضى عليك. والله 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 من ماتت امي قل رزقي. يا والله والله من ماتت أمي قل رزقي، ما كانت وهي موجودة رزقي والله ما أتلع أحد من هون ومن هون. والله يا أخوان بر الوالدين ما في بعده. والله والله يكفي أنه رضا الله من رضا الوالدين. يا رب. وأنا أطلب من الله من كل إنسان بسمعني أو ما بسمعني أو أنه بوسط رسالتي عليكم ببر الوالدين. وشوف جرب أنت، جرب اللي بسمعني يجرب، بس ينزل على أمه كل يوم ويبوسها ويبوس راسها ويطعميها ويغسلها ويطلع يشوف رزقه بيجيب ولا ما بيجيب. هذه الشغلة. الشغلة الثانية يعني شو الفائدة أنت لما يجي عليك إنسان زوجه وتقول له 10,000 ذهب أو 5,000 ذهب 5,000 أثاث منك مصفين، وأنه الأخ عليه دين حوالي 20,000 ولا 10,000، فوت على ثلاجة بنتك ما تلقى حبة بندورة فيها. ليش يابا؟ والله يابا بسد بدينه. نعم. والله يابا منين نجيب؟ والله يابا راتبه محدود. والله يابا والله يابا اخر شيء الفقر ترى بيجيب المشاكل للبيت. صح. والله صح. يا دكتور بيجيب المشاكل للبيت. صح. لكن اوصي ولياء الامور انهم يخففوا المهور قد ما قدروا.
ويعطوا ويبثوا، حتى اذا بيجيك انسان طيب وكويس مش غلط انك انت تساهم معاه وتدفع عنه كمان، هذا مش عيب اصلا، هذا مش عيب. اللي امناه على اعراضنا ما بنساله عن المال. طبعا شيء اكيد بعدين، هذا يعني عدم مؤاخذه من سنتنا، يعني محافظ على ديننا ومحافظ على بنتنا ومحافظ على زي ما بيحكوا احنا بلغتنا على لحمتنا. نعم صحيح. وإذا احلى من هيك لما انسان يجينا منيح وخلوق وصاحب دين، والانسان والله اللي اعطيته انه والله انه خلوق، والله انه خلوق. اتمنى من كل الاخوه اللي بيسمعوني انهم لا يرفع المهور على بناتهم. يا اخوان انت لما تطلب مبلغ 4000 ولا 3000 ذهب لبنتك، انظر انه بنتك بعد شهر بعد شهرين بعد 3 مفيش خبزة تاكلها. صدقت. بسبب الديون اللي حملتها انت، انت بتكون نفسك ولي الامر، او انت اللي حملت بنتك الاشياء، وانت اللي حملت جوز بنتك الاشياء. ما شاء الله عليك. واتمنى لك دكتور التوفيق. الله يحفظك وان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى بقدرنا نكمل نكمل المعروف اللي احنا ما بنلحقك فيه، لكن انت بدات خيط معروف، وان شاء الله اذاعه يقين مستمعين يقين بنكمل معك، لانه هذا قدوه ونموذج. وبعدين اعجبني انه خليتك تحكي براحتك، بس عشان اللي بيسمعونا يفهموا انه هذا الاب عنده فكر، مش اب هذا زي قلت من قال يلا بس بدي شيء، لا، قاعد بيحكي بفكر، بيحكي بعمق، بيحكي بدين، بيحكي بترتيب. والله الله انت لازم يعطوك منصب، والله والله لا يا سيدي الله، لانه انت عم بتوجه فكر، انت بتعطي فكر، مش والله بس انا والله بنتي بدي اخلص منها، لانه في ناس بيقول لك يلا بس مشايله، لا مش مشايله، مش مشايله الزلمه قاعد بعرف شو بحكي مشايلة. وانا اعطيتك فرصه ومجال تحكي براحتك حتى الناس تفهم من فكرك، والناس تعرف انك انت لما اعطيت عن معرفه، عن خبره بالحياه، عن فهم، عن عمق، عن توجه، عارف شو بتعطي. ربي يبارك لك ان شاء الله، واحنا بنعتبر هذا اليوم يوم الاثنين ترفع فيه الاعمال هو فرحه لاذاعه يقين، واحنا بنبشرك ان شاء الله راح نوقف مع نسيبك حتى ان شاء الله يتمم على خير كامل مكمل، انت ما قصرت، واحنا ان شاء الله انه بنكمل معك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وانا بدي اخلي اسمك واسم العريس مجهول، لانه احنا لا نعلمك ولكن الله يعلمك. احنا طبعا تعرفنا بعض على التليفون تحت الهواء، لكن كاذاعه ما بدي انشر لا اسمك ولا اسم العريس، مشان نموذج من الاردن، نموذج من اهل الفكر. ربي يبارك لك ويبارك لزوجتك ويبارك لبنتك ان شاء الله. امين امين. ورب يحفظك ويكثر من امثالك. وبارك الله فيك. يبارك. بارك كل الله فيكم. بارك الله فيكم، تكونوا ان شاء الله قدوه وقدر لهالبلد. الله يحفظك. الله يحفظك.